مركز وجدان الوسطة والتحكيم تم تأسيسه سنة 2008 وكيتكون مجموعة من الهياكل، منها المجلس الاستشاري العام ومجلس الإدارة ولجنة التعيين ومدير التنفيذي وكاتب عام. وكيكون تجديد هذا المجالس مدة 3 سنوات. بالنسبة للأنظمة نتاع المركز، هناك نظام أساسي للمركز يحدد تسمية المركز ومقره وهياكله، وهناك كذلك نظام أساسي للتحكيم ونظام أساسي للوساطة، وكاين لائحة نتاع الرسوم ورسوم أتعاب الوسطاء والمحكمين. فوقاش تأسس المركز؟ سنة 2008. ودابا 3 سنين دازت. دابا 3 سنين، دابا حنا في التجديد، وتم تجديد المدير التنفيذي، يعني انتخاب مدير تنفيذي وكاتب العام. المدير التنفيذي السابق كان الأستاذ الدكتور الجناتي إدريسي، ودابا راه الدكتورة زينب تاغية مديرة تنفيذية، وإلى هادي عطر كاتب عام للمركز. دابا شحال عنده المدة؟ يعني واش الهياكل ديالو كتغير ولا ملي كيتغير المكتب واش كيتغير كاع الهياكل؟ دابا الهياكل اللي تغيرت، دابا تغير غير المدير التنفيذي كاتب عام، لأن المدير العام السابق كان قدم الاستقالة نتاعو، وهذا الشيء اللي تجدد المكتب. اما المجلس الاستشاري العام باقي ما كملش المده نتاع التجديد. تنظيميا علاقتكم مع المهنيين كيفاش كتكون؟ يعني مع الناس اللي كيطلبوا هذه الوساطه. بالنسبه للعلاقه مع المهنيين، يعني ان الوساطه كيلتجئ لها جميع القطاعات بما فيها المهنيين، التجار، المستهلكين، وهنايا قمنا بهذه الدوره التكوينيه اللي شفتوها دابا مع المهنيين، يعني الخاضعين لغرف التجاره والصناعه التقليديه. لان غالبيه القضايا اللي التحقت بالمركز كانت تهم هذا القطاع بالخصوص، وتم تكوين امناء الحرف، لان هما اللي كان عندهم كانوا كيمارسوا هذا تاع الوسط، ولكن بطريقه غير، ان صح التعبير، غير معقلانه، يعني بطريقه العرف وبطريقه يعني بسيطه. والمركز دابا كيعمل على التكوين تاعهم باش يعرفوا شنو هي المواصفات اللي خصها تكون في الوسيط، شنو هي الطرق والاليات اللي يمكن يتاخذوها من اجل انجاح هذه الوساطه. مثلا شي مجموعه من الناس الحرفيه عندهم مشكل، دابا باش كيلجؤوا لكم اشنو هي السبل؟ كاين لا ميثود؟ النزاع دائما كيكون فيه طرفين، يعني غالبا ما يجي اما ان الطرفين الزوج كيكونوا متفقين وكيجيو للمركز وكيديروا واحد العقد بيناتهم انه غادي يتم حل النزاع تاعهم عن طريق المركز، وكيتم هنا اختيار الوسيط وواحد التوافق بيناتهم، او انه كيجي طرف واحد وكيعرض القضيه تاعو وكيعطينا المعلومات على الطرف الثاني، اللي كيقوم المركز باختيار واحد الوسيط اللي انه يقوم باجراء اتصال بالطرف الاخر، وكيخبروا بان هناك نزاع بينه، ان الطرف الاول جاء وعرض النزاع، وكيحاول انه ما امكن انه ياخذ موافقه تاع الطرف الثاني، لان الوساطه هي وسطه اختياريه، ما يمكنش دير الوسطه اذا رفض احد الطرفين، يعني لابد من موافقه الطرفين. يعني هنا دور تاع الوسط انه يحاول ما امكن انه يجلب الطرف الثاني لطاوله الحوار، ومن هنا كتبدا اولى جلسات الحوار، واللي ان شاء الله تخرج دائما بنتيجه جيده. ومن كيكون توصل لحل كتبرم واحد الوثيقه الصلح اللي كيوقع فيها الوسيط والطرفين للزوج، وهذه الوثيقه كتكون يعني عندها واحد القيمه قانونيه كبيره باش انه يتنفذ هذاك ما تم الاتفاق عليه. ما هي اجباريه التنفيذ؟ ان هذه الوثيقه تاع الصلح ماشي المركز اللي نص عليها، ولكن نصت عليها الماده 667 على 27، يعني 327 على 68، هذه الماده اللي المشرع في قانون 0508 نص على ان الوسيط حينما يتم يعني حل اي مشكل او اي نزاع ويعني توصل الحل تاعو، انه يتم توثيق هذاك الحل المتفق عليه بوقائعه، وانه هذاك اللي يتم توقيع طرفين مع الوسيط. يعني هذه الوثيقه عندها يعني صفه قانونيه بالفصل اللي ذكرته من قانون 0508 الخاص بالوساطه الاتفاقيه والتحكيم. صح، شكرا.